هذا المحامين العرب التهديدات الأمريكية بشن عدوان على سوريا، وفي مؤتمره الذي عقد بالقاهرة تحت عنوان الأمة العربية في مواجهة العدوان الأمريكي على الوطن العربي، أكد الاتحاد أن ما يحاق ضد سوريا هو مرحلة من خطة استعمارية لتقسيم المنطقة وضرب محور المقاومة. موقفنا واضح، كل عدوان على سوريا هو عدوان على مصر، وهو تهديد للأمن القومي العربي وليس فقط لأمن سوريا الشقيقة. سندافع عن حقنا كمصريين في بقاء سوريا موحدة مستقلة عروبية ممانعة للهيمنة الأمريكية وللمخططات الصهيونية. إذا ظنوا أنهم قادرون على أن يكسروا إرادة سوريا فنحن نقول لهم كل العرب سوريا. إذا ظنوا أن الخلافات الموجودة مع بعض العملاء في الداخل السوري كفيلة بأن تكسر ظهر سوريا فنحن نقول لهم أن الشعب السوري بخير والجيش السوري بخير، وسيلقن الأمريكان درس والصهاينة درسا لن ينسوه. سوريا لن تهزم، من سيهزم هو أمريكا، ومن سيهزم هو أوباما، والأيام بيننا. نحن نعلم أن مقاصد الولايات المتحدة الأمريكية ليس الدفاع عن حقوق الشعب السوري، وإنما مقاصدها الحقيقية هو تقويض الشعب السوري، وفي النهاية إنهاء الدولة وإنهاء الاستقرار لكي تتفتت سوريا بين الأعراق. عبارة التهديدات الأمريكية لضرب سوريا هي عبارة ناقصة، لأن الحقيقة أنها التهديدات الأمريكية لضرب الأمة العربية كلها. المقصود بضرب سوريا هي ضرب العروبة والمقاومة في عالمنا العربي. الأمريكان دول هم مجرمو العصر، الإدارة الأمريكية وخاصة إيام بوش ويلي أوباما، والعرب والمسلمون مخطئون تماما إذا سمحوا للأمريكان أن يهددوا أكثر مما هددوا. ومن الخطأ أن نسمح للقواعد العسكرية الأمريكية أن تكون في الخليج أو في أي مكان آخر. بعد سنتين ونص بصمود عظيم لشعب سوريا بقيادته الموحدة وبالتحام حقيقي بين الحكومة والقيادة السورية وشعبها، لم يجد الاستعمار الحديث إلا أن يتدخل مباشرة بالتهديدات التي أعلنها أوباما. للأسف أن يعني الموقف في الجامعة العربية ليس على المستوى، ولكن أعتقد أن الشعوب العربية كلها تقريبا مع الشعب السوري ومع سوريا في مواجهتها لهذا العدوان. استهداف أمريكا لسوريا هو أمر مخطط ومرتب للأمة العربية كلها وليس لسوريا وحدها، وهي رأت في هذا التوقيت الخطر استهداف سوريا بالذات لضمان أمن وأمان الكيان الصهيوني بطبيعة الحال، ومحاولة لتفتيت الأمة العربية. وأكد المصريون وقوفهم إلى جانب سوريا مشددين على أن الجيش العربي السوري سيواصل ضرب الإرهابيين وسيواجه العدوان الأمريكي بكل بسالة. احنا بنرفض أي تهديد أو اعتداء على أي دولة عربية، وبندين الدول العربية اللي ساعدت في أمريكا إنها تاخد قرار بالضرب لسوريا. الاعتداء على سوريا مش عشان سوريا بشكل كدولة، الاعتداء على سوريا معناه اعتداء على الوطن العربي وتقسيم الوطن العربي كله. الاعتداء الأمريكية دي سابقة للحاجات اللي كانت بتحصل في المنطقة، اللي كانوا عاوزين يعملوها في المنطقة ويحولوا المنطقة كلها لولايات مصغرة عشان يقدروا يستقروا عليها ويستولوا عليها، وإسرائيل تتبرطع في مكان زي ما هي عاوزة. هو عايز يضرب سوريا لأن سوريا عندهم أقوى جيوش في المنطقة سواء سوريا أو سواء مصر، فهو عايز يقضي الأول على سوريا وبعد كده